بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب هنكمل ان شاء الله فايلم بلات هلمنسز، بس انا هاخد كلاس جديده بدل كلاس تريماتودا، هاخد كلاس جديده اسمها كلاس سيستوديا، واخد فيها سب كلاس سيستودا، واخد فيها اوردر سايكلوفيليدي، فاميلي تنيدي، اكزامبل تينيا ساجيناتا، او بنقول عليها البيف تاب وورم، او تينيا سوليوم اللي هو البورك تاب وورم، او الهايمينوليب بوسنانا اللي هو دوده الشريطيه القزمه، او الكاينوكوكاس جرانيولوسس اللي هي دوده الكلب الشريطيه القزميه. اول حاجه خالص عشان ابقى فاهمه انا شغاله في ايه، لازم معرف ايه هي جنرال كاركترز بتاعه الكلاس ستوديا ديت. فاول حاجه بقول لك انها كلها بارازيتيك انيمالز، كلها حيوانات متطفله بتحتويش على دايجستيف سيستمز. امال هي بتقوم بعمليه الدايجشن ازاي؟ عن طريق السمبل ديفيوجنز من خلال الجسم نفسه. بتحت فيها فيرز عشان كده فيرز سيلكتيف للنورشمنتس بتاعتها، للمواد الغذائيه بتاعتها. بتتغذى من خلال انها بتمتص الغذاء بتاعها عن طريق الديفيوجنز من خلال الكيوتيكلز. تاني حاجه برضو انها جسمها بيكون فلاتند ودورسو فنترالي، وبتكون اليونجيتد، والجسم بتاعها بيكون سيجمنتد يعني عباره عن معقل. اول حاجه برضو ان الجسم بتاعها ده منقسم لثلاث اجزاء، هما ايه؟ هما السكولكس والنيك والبروجليتيدز. اول حاجه لو بدات بالسكولكس، السكولكس هو بيكون العضو طبعا الخاص بالاتاتشمنت، او هو عباره عن اتاتشمنت اورجانز، وبيكون مزود اما بسكرز او فيه بيحتوي على سكرز، وبيكون مزود بهوكس، والهوكس دي غالبا بتكون على محمول على روستلام او رئيس كده. تاني حاجه النيك، هو يعتبر النيك يعتبر اكتيف اورجانز اللي موجوده عندي، لان هو المسؤول عن انه يعمل ديفايدد بعد كده ويديني البروجليتيدز او يديني السيجمنتد. طب ايه هي البروجليتيد؟ البروجليتيدز نفسها بتنقسم لثلاث انواع، اماتيور وماتيور وجرافيد. الاماتيور من اسمها كده غير بالغه، يعني فيها كل الاعضاء بتاعه الجسم ما عدا الريبرودكتيف سيستمز، والماتيور يعني اصبحت بالغه او ناضجه، هي يعني بتحتوي على الريبرودكتيف سيستمز. تاني حاجه برضو الجرافيد بروجليتيدز اللي هي فيها بتحتوي على البرانشز بتاعه اليوترس، والتاب وورمز او السيستوديا بتبقى هيرمافرودايتس، يعني بلاقي في الماتيور بلاقي فيها الميل والفيميل ريبرودكتيف سيستمز. السيستودا دي نفسها قسمها لنوعين اثنين او تو اوردرز، بيزيدوا في الليد او الليدة، والاوردر التاني اسمها سايكلوفيليدي او بنقول عليها الايوسيستودا، ودي اللي معظم الكائنات بتاعتي هتبقى موجوده في الاوردر دوت اللي هو الايوسيستودا. اول كائن ان شاء الله رب العالمين هدرسه النهارده في الايوسيستودا هو مين؟ هو التينيا، والتينيا نوعين اتنين لو احنا شايفين، تينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم. عشان اعرفهم انا عامله لكم مقارنه بسيطه ما بين الاثنين. اول حاجه لو انا قلت عندي ان التينيا ساجيناتا هقول عليها البيف تاب وورم او الدوده الشريطيه الخاصه بالكاتلز او خاصه بال بفلو، والنوع الثاني اللي هي التينيا سوليوم بقول عليها البورك تاب وورم، يعني الدوده الشرطيه الخاصه بين يا شباب الخاصه بالخنازير. اعرفوا ان المين هوست في الدوتين اتنين دول هو الهيومن، وبيتعيش في الهيومن فين؟ في السمول انتستين. طب مين الانترميديات هوست؟ من اسم الدوده نفسها انا قلت اسمها البيف تاب وورم، يبقى الانترميديات هوست هو البافالو او الكاتلز. طب الثانيه اللي من اسمها البورك اللي هو جاي من الخنازير البيج، ولازم نعرف ان التينيا سوليوم دي اخطر من التينيا ساجيناتا. ليه؟ لان قال لك ان الهيومن ممكن اكت از اي نورمال انترميديات هوست، ممكن يكون عندي كعائل وسيط بس غير يعني غير اساسي ويعتبر اب نورمال. الادلت بتاع الدوده دي سواء كانت التينيا ساجيناتا او التينيا سوليوم، الطول بتاع الدوده نفسها في حاله التينيا ساجيناتا تقريبا طولها من 5 ل 10 متر، والبروجليتيدز عدد العقل في جسمها، ما انا قلت ان الجسم بتاعها سيجمنتد يعني معقل، فعدد العقل في جسمها تقريبا فيها من 1000 ل 2000 بروجليتيدز، بينما في التينيا سوليوم طولها اقل شويه بتكون 2 ل 7 ملم، والبروجليتيدز بتاعتها تقريبا بتبقى 1000 او اقل، تقريبا بتتراوح البروجليتيدز من 800 ل 1000 بروجليتيدز. انا قلت ان الادلت جسمها بيتكون من سكولكس وبعدين النيك وبعدين مين وبعدين البروجليتيدز. اول حاجه عندي السكولكس، في التينيا ساجيناتا شكله مختلف شويه، بيحتوي بس على مين؟ على اربعه سكرز، ما بيحتويش على روستلام. لكن في التينيا سوليوم بيحتوي على روستلام، ده كده عباره عن روستلام او رئيس، وخارج منه مجموعه من الهوكس او الخطاطيف، بالاضافه برضو لوجود اربعه سكرز زي ما انا شايفه برضو عندي هنا كده في الكائن. هنا عباره عن ايه؟ دي عباره عن الرئيس بتاع التينيا سوليوم، ادي عباره عن الروستلام، ودي عباره عن مين يا شباب؟ دي عباره عن السكرز، ودي جزء من النيك. هنا برضو عباره عن مين؟ ده عبارة عن الساكرز، ودي برضو ايه؟ عبارة عن رأس الدود او السكولكس. هنا بعد كده هنقول البروجرافيد بروجليتيدز. طب الجرافيد بروجليتيدز لو انتوا شايفين هنا ايه الفرق ما بين تينيا سوليوم وبين التينيا ساجيناتا؟ لو تاخدوا بالكم ان التينيا ساجيناتا الجرافيد بروجليتيدز قلت بتحتوي على ايه؟ قلت بتحتوي على البرانشز اوف ذا يوترس، عدد البرانشز هنا كبيرة جدا تقريبا من 15 ل 30 برانشز، لكن في التينيا سوليوم عدد البرانشز بتاعتها اقل، تقريبا بتبقى اقل من 15 برانشز، وتقريبا بتبقى من 7 ل 15 او
او من 7 ل 12 برانش موجودين في منطقه مين جرافت برجلوتيز، عباره عن برانشز من اليوترس بتبقى مملوءه بايه؟ مملوءه بالبيضات او الاجز. طب شكل الاجز هي عباره عن ايه؟ بالمنظر ده كده، عباره عن هيكساكانس امبري او جنين سداسي الشوكه، بيحتوي على ست اشواك او ثلاث اسواق من الاشواك، احنا بنقول لك هيكساكانس امبريو، وبيحولها غشاء وعليها حامل جنين او بقول عليها الامبريو فول. ودي الاكس بتاعت مين؟ الاكس بتاعت تينيا ثوليوم وتينيا ساجناتا، ده الشكل المميز لها. طب انا كده اتكلمت عن السكولكس واتكلمت عن الجرافيت بروجلوتيدز. طب منطقه النك ده شكل الدوده، انا خدت السكولكس وبعدين ادي النك، المفروض النك جزء صغير بيبقى اكتف لانه بينقسم يديني بعد كده بقيه اجزاء الجسم، بعد كده المفروض اجزاء الجسم كلها اماتيور بروجلوتيدز وبعدين الماتيور. طب انا عايز اعرف شكل الماتيور بروجلوتيدز دي عامله ازاي؟ ده المنظر بتاعه الماتيور بروجلوتيدز. انا قلت بتحتوي بتكون هيرمافرودايت، يعني بتحتوي على الميل والفيميل ريبرودكتيف سيستمز. اول حاجه طبعا من بره خالص هيقابلني مين؟ هيقابلني الجدار بتاع الجسم من بره، ده كله عباره عن كوتيكل او جدار الجسم. هلاقي فيه قناه طوليه كده في حوالي في الخارج بيقول عليها او بيقول عليها حبل عصبي جانبي عباره عن لاترال نيرف كورد، وبعدين في قناه ثانيه اخراجيه بيقول عليها لونجيتودنال اكزكريتوري كانال، وفي في واحده ثانيه بيقول عليها ترانزفيرس اكزكريتوري كانال. وفي الجوه بقى الاقي اجزاء الجسم من عندي من جوه. اول حاجه هبدا جهاز تناسلي الانثوي، هبدا عباره عن ايه؟ عباره عن في النص عباره عن الاو او تي بحواليها ميلينز جلاند، خرج منها عباره عن فيتلاين داكت اتفتحت بيه قناه بغده محيه بيقول عليها الفيتلاين جلاندز. الاو او تايب خرج برضو منه عباره عن باي لوبد اوفري، اتنين اوفري وخرج منه يوتروس كده طويل. اليوتروس هو مركزه او تواجده اساسا جوه الماتشر بروجلوتيدز، لكن البرانشز بتاعتها قلنا هتبقى موجوده داخل ايه؟ داخل الجرافيت بروجلوتيدز. بعد كده هلاقي انبوبه تانيه هتروح بيه زي ما انتم شايفين كده، هتمشي بالكيس المنوري هو عباره عن سيمينال ريسبتيكال، وبعدين تروح للفاجين، وبعدين تفتح بره في الجينيتال اتريوم. طب ده الجهاز التناسلي الانثوي. طب الجهاز التناسلي الذكري عباره عن ميني تيستس، العديد من التيستس يا شباب زي ما انتم شايفين، هيخرج منها اوعيه صغيره وعليها الفاز ديفرانس، هتصب في وعاء واحد بنقول عليها الفاز ديفرانس، وبعدين هتروح تصب في حاجه اسمها السيروس ساك، وبعدين هتفتح برده في الجينيتال اتريوم. ده عباره عن الماتيور ايه؟ الماتيور بروجلوتيز او قطع الثانيه الناضجه، وده الشكل بتاعها. يبقى انا كده خدت الشكل العام لمين؟ للتانية، وخدت كل البيانات اللي موجوده عليها. بعد كده باقي ان انا اعرف اللايف سايكلز بتاعه التانية. هعرفها ازاي؟ اول حاجه ان انا ابقى فاهمه مين المين هوست ومين الانترميديت هوست. انا قلت ان دوره الحياه بتاعتها ان الدوده دي بتعيش في السمول انتستين في الهيومنز، سواء كان بقى تينيا ساجناتا او التينيا ثوليوم. في حاله التينيا ساجناتا طبعا السكولكس هيتصل بيه الانتستين عن طريق بس الساكرز، لكن في التينيا ثوليوم هيتصل برضو عن طريق الروسترام والهوكس. عندك الدوده دي هتبدا تخرج لمين في الفيسز؟ يا اما هتخرج طبعا اكس، ده شيء اساسي اللي هي عباره عن الهكساكانس امبريو، تحتوي على الهكساكانس امبريو جواها، وممكن تخرج لي بتخرج لي برضو مجموعه من الجرافيت بروجلوتيدز المليانه بالبرانشز اوف يوترس اللي جواها مين يا شباب؟ العديد برضو من الاكس دي. ولو بالنسبه لي هم الدايجنوستيك ستيج، ان انا لو لقيتهم داخل الفيسز بتاع الانسان او الاسطول بتاع الانسان اعرف ان الانسان ده مصاب بالتينيا ساجناتا او مصاب بالتينيا ثوليوم. تاني حاجه برضو ايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل عندي ان يجي البورك او هيجي البافل او الكاتلز بناء على السبيشيز. لو في حاله البورك في حاله الثوليوم او في الكاتل في حاله الساجناتا هيبدا ياكلوا ايه؟ هيبدا ياكلوا الحشائش الملوثه الفيجيتيشنز الملوثه بي ايه بي الاكس او بالجرافيت بروجلوتيدز. ففي الحاله دي لما يعملوا انجيشنز للفيجيتيشنز ذات كونتامينيتد ويز ذا اكس اور جرافيت بروجلوتيدز ايه اللي هيحصل؟ الاكس دي هتدخل جوه الجوت او جوه الانتستين بتاعه مين؟ بتاعه البورك او بتاعه الكاتلز، وبتاعتها تتحمل لها تعمل هاتشز وتديني الانكوسفيرز او الهكساكانس امبريو بس، وتبدا تخترق الانتستينال وول وتبدا تعمل سيركيوليتس وتصل ايه للماسلز. مجرد ما بتصل للماسلز هناك بتتحول وبتتطور الانكوسفير تتحول لحاجه اسمها السيست سيركس او السيست سيركاي. دي هي تعتبر بالنسبه لي هي الانفكتيف ستيج. ليه؟ لان الانسان هي ممكن يصاب بالعدوى عن طريق ان هو ياكل لحمه كاتلز او لحمه البورك ملوثه بنين ملوثه او مش مطهيه كويس، معلش بتكون رو اور امبارشلي كوكد ميت او خاصه بالكاتلز او خاصه بالبورك، وانفكتد ويز ذا مين سيست زيركاي او انفكتد ويز ذا سيست زيركس. في الحاله ديت هاي انسان معده الانسان هتهضم الماسلز وهتتحرر منها سيست سيركس اللي هتبدا تروح للانتستينال للانتستين والسمول انتستين، وهناك تبدا تعمل ديفلوبمنت وتديني الادلت مره ثانيه سواء كانت تينيا ساجنات او التينيا صولي. طب انا من دوره الحياه ديت عرفنا ان الانسان اصبح مين هوست والكاتل او البورك انترميديات هوست. طب في حاله تينيا صوليوم ازاي الانسان بيصبح ابنورمال هوست؟ في حاله ديت ان الانسان
الانسان اللي بيتغذى على البورك او بيتغذى على الخنازير، او الانسان كان مصاب في مصاب بالتينيا سوليا، المفروض بيخرج لي اكز برضو مع الفيسز او الجرافت بروجلتيز. في الحاله ديت الانسان هيعمل نفسه اوتو انفكشنز، ازاي؟ انه ياكل طعام او شراب ملوث هو نفسه بمين؟ بالهكساكانس امبريو دي. وفي الحاله ديت الهكساكانس امبريو هتدخل لجوه جسم الانسان وتبدا تكون لي حاجه اسمها البلادر وورم او حاجه اسمها السيست سيركوس، ودي عباره عن ايه؟ انها تبدا تروح لاي مكان في جسم الانسان، هتروح مثلا للبرين، هتروح للليفر، هتروح للستومك، هتروح لاي مكان في جسم الانسان وتبدا تنمو فيها وتكون لي بلادر وورم كده، او تليفات موجوده في العضو اللي هتبقى موجوده فيها وتكون لي سيست سيركوس ديت، بس جوه ايه؟ جوه اعضاء جسم الانسان. الخطر في الموضوع دوت انها بتكون حسب بس اللي هو عباره عن ميكانيكال بس ستريس، ضغط كده على العضو اللي موجود فيه، بالتالي بتاثر على كل الوظائف الخاصه بالعضو ده. لكن الخطوره برضو انها لو راحت للبرين وعملت بلادر وورم في البرين هتسبب عندي طبعا فايلنت، هتسبب عندي زي صدمه كبيره جدا في جسم الانسان، هتسبب عندي برضو لوكال باراليسز، هتسبب عندي هيدك، هتكون برضو عندي كونفيولوجنز، ممكن تسبب عندي تاثر برضو طبعا على النيرفس سيستمز، وفي النهايه ممكن برضو تكون فاتل او تصبح شديده جدا وتصبح مميته في حالات كتيره جدا. طبعا السيست سيركوس دوت ممكن تروح لاي مكان، شباب زي ما انا قلت ممكن تروح لليفر، ممكن تروح للماسلز، تروح للاي، للبرين، لاي مكان. فالخطوره في السيست سيركوس ديت او البلادر وورمز انها في حاله مين؟ في حاله التينيا سولي.